أخبار اليوم. بنرحب بمعالي الشيخة دكتورة هند القاسمي، رئيس نادي الإمارات للسيدات الأعمال والمهن الحرة، اللي بيتم بروتوكول التعاون النهاردة وتدشين أول نادي لسيدات الأعمال في مصر برئاسة الأستاذة حنان طاهر سيدة الأعمال. نادي الإمارات لسيدات الأعمال والمهن الحرة PPW إميريتس، سعيدين اليوم متواجدين إحنا في جمهورية مصر العربية لتدشين نادي الإمارات لسيدات الأعمال والمهن الحرة مصر. ليس جديد على الأستاذة حنان وحماسها، بالفعل يعني فاجأتنا بالترتيبات وبالتنظيم هذا والاستعدادات الجبارة فعلا، وليس غريب على نساء مصر هذا الشيء. الحمد لله نادي الإمارات صار لسنتين في دولة الإمارات، ولكن احنا توسعنا، وكما قيل لنا قبل ان النادي هذا هو نضج وهو في بطن أمه. فعلا نادي بدينا فيه من القمة، بدينا فيه من الإمارات وتوسعنا في خلال شهور عديدة إلى باقي الدول العربية. إمارات السيدات الأعمال والمهن الحرة PPW إميريتس أشهر من سنتين في دولة الإمارات، ولكن القائمين على هذا النادي مجلس الإدارة كلهم من الأعضاء المخضرمين اللي كان لهم 20 سنة مضت كانت لهم مشاركات في مجالس الأعمال على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه التجربة هي ليست وليدة اليوم أو البارحة، وإنما هي صار لها سنوات تعتمد فيها على أعضاء من رجال وسيدات الأعمال، أصحاب الخبرة، أصحاب الاستثمارات، أصحاب الأفكار المبتكرة. الحقيقة النادي ده بقاله سنين في الإمارات في دبي، وله فرع في أكتر من دولة عربية، حوالي 9 دول عربية، ما كانش فتح مقر له في مصر. أنا قابلت الشيخة هند قاسمي في مؤتمر في شرم الشيخ، هي عاشقة لمصر وتعليمها كله في مصر، على فكرة الدكتورة بتاعتها من مصر من جامعة عين شمس، فقلت لها ننضم أعضاء في النادي لأن هو بيضم أعضاء أو عضوات من جميع الدول العربية. فقالت لي يعني انت ما عندكيش فكرة ان احنا ممكن نعمل مقر في القاهرة. فأنا الموضوع لقيته كويس قوي، وخصوصا ان الامارات ومصر طبعا انت عارفة العلاقات بينهم قوية جدا، احنا وهم واحد، فقلت ده هيدعم العلاقات ما بيننا وما بينهم. وابتدينا نشتغل على الموضوع ده من حوالي سنة لحد الحمد لله ما دلوقتي دشنا المقر النهاردة، ويا رب تبقى خطوة كويسة وتدعم العلاقات أكتر وتقويها يا رب. الحقيقة أنا سعيدة قوي أنه بيتفتح النادي هنا، فرع النادي بتاع الإمارات سيدات الأعمال الإمارات هنا في مصر، وأن أنا اتقدمت لي الدعوة أنا مبسوطة، وجيت أن أنا أشارك كون لي عضوية في النادي. شيء بيساعدني أن أنا أتعامل مع الدكتورة هند، لأن طبعا هي معروفة جدا ومميزة بأعمالها، وده مش جديد على دولة الإمارات إن هي تكون دايما معانا في مصر وفي كل حاجة. وكمان عجبني قوي إن في برانش في النادي مش بس للأعمال أو المهن أو كده، كمان في جزء منه للأعمال الخيرية وبتدعم دار أيتام وبتدعم حاجات كتيرة. ده مش جديد على الدكتورة هند وعلى دولة الإمارات، وبشكرها وبشكر دولة الإمارات، وطبعا سعيدة بالأستاذة حنان طاهر، وربنا يوفقهم إن شاء الله. النادي ده فرصة إن احنا نتعرف على شخصيات عظيمة زي دكتورة حنان، زي أميمة مثلا عزوز، ستايلست وديزاينر، حاجة بتعمل ملابس جميلة ومش في مصر بس وفي دول أخرى، وغيرهم وغيرهم. لازم يعني نحط إيدينا على العناصر الجيدة في المجتمعات بتاعتنا في مصر والدول العربية كلها. اللي بسطني فيه جدا ان هو بيعالج مشاكل المرأة وهيعالج حالات إنسانية كتيرة جدا، فاهم ازاي؟ بنعمل ترابط بيننا وبين ايه المشاكل، انا شايفة كده في رؤيتي للموضوع ان احنا ممكن نشوف ايه المشاكل المشتركة اللي موجودة عند المرأة العربية ونحاول نحلها، نحاول نوصلها لحاجات تشريعية قانونية، نحاول نجيب لها فرص عمل، نحاول نساعدها في المهن الحرة بتاعتها، لأن ده واجب كل إنسان إن احنا يبقى عندنا نوع من أنواع التكافل الاجتماعي. وأنا شايفة النادي ده فيه نوع من أنواع التكافل الاجتماعي، وده مجتمع مدني لازم يتحرك فيها يعني.